تلاحظ البل الحين تنتبه وتنبسط على الحس هذا وتنبسط. والله هذا شوف هذه البل تعرف رأيها، تعرف رأيها البل وتعرف صوته، لما تكلم لها تجي على طول. هذا يعني سبحان الله العظيم، أنا الابل فيها ميزات غريبة، ترى غريبة ذكرت في القرآن. بهلا محب الابل، احنا متوارثينها اب عن جد عن جد عن يعني ممكن الاف مئة السنين، عرفت؟ فحنا نحبها. الان انا اولادي الان يحبونها، لما تحصل عندهم فرصه دراسه يقولون يلا نمشي للابل على طول، لما يجون هنا تلقاهم يحدون يهبلون يستانسون معها.